السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. إن شاء الله اليوم راح ناخذ برنامج جديد اسمه الكوانتوم جيوغرافيك انفورميشن سيستم، اللي هو يعتبر أو ما يسمى ببرنامج الكيو جي اي اس. هذا البرنامج حتى تقرأ عنه بتفاصيله الكاملة، هو برنامج يستخدم لمعالجة البيانات المكانية السبيشال داتا ضمن الجيوغرافيك انفورميشن سيستم. بالمناسبة هذا البرنامج بسيط سهل فري مجاني متوفر بسهولة، ما يحتاج إلى أي كراك أو غيرها من هذه الأمور. يساعدك على إخراج الخرائط بشكل جيد وممتاز، يسهل لك ويزيد دقة الديجيتال إليفيشن موديل، وكذلك يوفر لك خرائط جوية أريال فوتو بدقة جدا احترافية وعالية، والعديد العديد العديد من الأمور. إن شاء الله راح ناخذ تطبيقاته ضمن البلاي ليست الخاصة بي، وأيضا راح أترك لك اللينك بصندوق الوصف، اللينك مال البرنامج الأصلي، الصفحة الويب سايت الخاصة بي الأصلية ضمن الجوجل. تقدر تدخل على بروجكت أوفر فيو تقرأ عن البرنامج بشكل أوسع وأعمق. راح نشتغل على هذا البرنامج. إذا أي عندك صورة جوية تريد تحتاجها أنت بالإخراج، صور جوية تريد تشتغل عليها، عندك بيانات جغرافية، عندك تتحصل على دقة أكثر للبيانات الطوبوغرافية، ديجيتال إليفيشن موديل أو ديجيتال ترينر موديل بالكامل، يعني إحنا ما نقدر نختصرها بأمور بسيطة. فراح نضع لهذا البرنامج بلايليست خاص به إن شاء الله، ونشرح بالتفصيل. أول فيديو من هذا البلايليست هو كيفية تنصيب البرنامج. أنا راح أترك لك اللينك الرئيسي الخاص بالصفحة، تروح على الداونلود، هنا هاي موجود بالأسفل عندك الداونلود، من تختار الداونلود هاي تلقائيا هنا مثل ما تلاحظ يقول لك before download start our software، جميع السوفتويرات اللي نوفرها always will be available free for charge، تمام، تكون مجانا بالكامل، مثل مجموعة برامج الهيك، هيك راس، هيك ريزرفوار سيميليشن، هيك اتش ام اس، هيك جيوراز، بالكامل تقريبا تشبههن. يعني ايضا برنامج مجاني وفري يوفر لك مجموعة هائلة من المشاريع. The project is the result of a huge offer list and social contribution from many community members. يعني ان شاء الله راح تشوف البرنامج جدا ممتاز. قبل ما نبدأ بهذه الخطوات، يعني تقدر تقرأ بالكامل عن البرنامج حتى احنا ما يطول وقت الفيديو، skip and go to download. وان شاء الله احنا بكل الاحوال من راح ننصب البرنامج راح نشتغل عليه بكل تفاصيله، فراح تعرف انت تطبيقاته. البرنامج دائما يوفر نسخة باكج خاص فيرجن كل سنة، هذا الفيرجن يتوفر بالنسختين للحاسبة ذات نظام 32 والحاسبة ذات نظام 64، فأنت تنزل على حسب الاحتياج أو نظام حاسبتك اللي أنت تشتغل عليه. وأيضا ينطيك آخر أصدار، تقدر تنزل أيضا آخر أصدار last version of window لكذا 3.4، تقدر تنزل الإصدارات القديمة، تمام، فأنت أي نسخة تريد تشتغل عليها تقدر تشتغل عليها، تمام عيني. فتنزل النسخة وتعمل داونلود مثلا للاست فيرجن، أو تريد الفيرجنات القديمة أيضا تقدر تروح على اللونج تيرم فيرجن، تروح عليهن يفتح لك اللونج تيرم فيرجن أيضا وتقدر تنصبه، أو هاي تنصيب عندك انترنت داونلود مانجر ينزل مباشرة، أو عن طريق الجوجل ينزل بالأعلى وتتم عملية التنصيب الخاصة بالبرنامج. يعني يسوي لك داونلود العفو للبرنامج، بعد ذلك تقدر أنت تسوي له يعني انستل. فالبرنامج هذا هو عبارة عن فريق بحثي بالكامل انشئوا البرنامج، اكو اعضاء مساهمين واكو اعضاء احنا نسميهم مقومين او مستخدمين للبرنامج، هذول يزيدون من كفاءة وكثافة الاستخدام للبرنامج بصورة عامة. سو بعد ما تعمل عملية داونلود تنزل البرنامج، حتى نختصر وقت البرنامج يكون بهذه الصيغة، هذا هو البرنامج. هنا مثل ما تلاحظ تعمل له انستل مباشرة، بعد ما تضغط هنا تقول له انستل، تنصيب مالته جدا بسيط، خطوات بسيطة ما يستغرق منك 10 دقائق، والاساس العمل مالته هو لغة البايثون. بعد ما تضغط انه هنا تقول له يس، تبدأ عملية التنصيب الخاصة بالبرنامج، تعمل له انستل بصورة عامة، فتقدر انه تلقائيا يعني يعمل لك اول خطوة هو لودنج للبرنامج، بعد ذلك يبدأ بالخطوات. انا لانه نصبته فدي يقول لي انه الغي هذه النسخة حتى ننصبها من جديد، فما يحتاج، هو عملية تنصيب انستل، اي اجري، اوكي اوكي اوكي، تجرى عملية التنصيب.
بعد ما تنصبه تروح على قائمة الستاف أو قائمة البرنامج من هنا بالأسفل الموجودة اللي هو هذا QGIS Desktop 3.4. تمام، تاخذ هذا ويعني نشتغل عليه أو تعمل له فد آيكونز للبرامج اللي موجودة على سطح مكتبك الحاسوب أو ضمن التاسك بار. فمحاضرتنا لهذا اليوم هو How to Install، هذه هي واجهة البرنامج الرئيسي بعد ما تفتحه. يعني سهلا نغلق البرنامج ونفتحه مرة ثانية. هذا هو البرنامج أفتر بعد ما تعمل له انستل. احنا وصلنا النسخة 3.16 بالمناسبة كل النسخ شغالة. أهم شيء قبل ما تعمل انستل للنسخة تتأكد إنه هي تتوافق مع نظام حاسبتك، يعني مبدأ حاسبتك يشتغل 32 تنزل النسخة اللي تطابق هذا البرنامج، 64 تنزل النسخة اللي تطابق البرنامج 64. تمام؟ المبدأ الأساسي مالته هو عبارة عن لغات برمجة لتكوينه، أكيد من الارتباط مع شركة إيزري. إن شاء الله راح تشوفون استخداماته على المحاضرات القادمة بإذن الله. تلقائيا تفتح البرنامج، هذه واجهة البرنامج الرئيسية. إذا أكو في الدنيو كومون تنيو بروجكت أيضا ينطيك إياها. إذا أكو في التحديثات خاصة بعلم المساحة دوكيومنتيشن سيرفي ضمن الكيو جي آي إس أيضا ينطيهن، يعني يعلم فد نوع من نوتيفيكيشن بي. راح هاي واجهة البرنامج تحتوي على البروجكت، الإيديت، البيو، اللاير، الطبقات اللي تقدر تنشئها، السيتنج تغير بالإعدادات، البلجن سيم وهاي هي استخدامها الأوسع، الداتا بيس، الراستر إذا عندك راستر تف أيا كانت نوعها تشتغل البيشن موديل ترينر أيا كان، صورة جوية، داتا بيس، أيضا عندك الويب. أو أهم عمل حتى نشتغل به لازم تكون أنت متصل بالإنترنت، لأن أغلب الأعمال اللي هو يصدرها أو نحتاجها إحنا من ضمن الراستر، الجين راستر غيرها، إن شاء الله راح نأخذها بالتفصيل على المحاضرات القادمة بإذن الله. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار خاص ضمن تنصيب البرنامج أو عملية الداونلود الخاصة بدون تراسلوني على القناة ضمن المحاضرة الأولى. نلتقي بكم إن شاء الله على فيديوهات أخرى مكملة لهذه السلسلة. دمتم بأمان الله وحفظكم.